طيب نعود مرة أخرى سيد طلال إلى ما سيدور غدا وربما بعد غد أيضا. ما في حزب، ما في جعبتكم كفريق سيتم طرحه على بساط البحث؟ خليني أقول لك ما هو دور هذا الفريق باختصار. قلنا إحنا هو فجوة، ردم الفجوة الرقمية، أو لا يعني ما في برنامج معين رح يناقش؟ نعم، هو هذا اللي رح يناقش. اقتناص الفرصة الرقمية أنا أسميه، أنا أفضل أن أستعمل كلمة سيزينج ذا ديجيتال اوبورتيونيتي، لأن هي فرصة وليست بلوة. فهذه الفرصة أنا كيف تتم؟ تتم من خلال أن يقوم هذا الفريق بالتنسيق مع كافة الجهات في الدنيا المعنية بتقنية المعلومات والاتصالات، مثلا رئيس اتحاد الاتصالات الدولي اليونيون الاي تي يو انترناشونال تيليكوميونيكيشن يونيون اللي هو المنظمة العالمية للاتصالات، عضو معنا بالفريق. أن يتم التنسيق بين كافة المشاريع والنشاطات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات لتجميع الجهود والطاقات، للتنسيق بينها، لتأمين عدم الازدواجية، لتأمين التمويل اللازم، لتأمين الخبرات اللازمة، للاستفادة من تبادل الخبرات بدل ما يكون في عندنا مشروع مشروع. ولذلك لما سألتني عن اليوم التالي، اليوم التالي كل المشاريع الموجودة في الأردن والتي تتجه سواء كان للحكومة الإلكترونية أو للتجارة الإلكترونية أو للتعليم أو لأي نشاط يتعلق بتقنية المعلومات ستقدم برامجها، سنرفع منها ملخص وتقرير ونقدمه إلى فريق العمل في اجتماعه في نيويورك، لنشكل فيما بعد مشروع دراسي متكامل يقدم لحكومة الأردن ليساعدها في تطوير خططها وسياساتها. وهذا سيتم بالنسبة لكل الدول العربية أيضا. الخطوة القادمة بعد الأردن، إحنا الآن بدأنا بأن نعقد الاجتماعين، الاجتماع الأول اللي هو اجتماع الإقليمي العربي، وثاني يوم الاجتماع الأردن. غدا سينتخب إن شاء الله بعد الظهر المجلس التنفيذي للمنطقة، لأنه إحنا نتكلم عن العالم. نعم. الآن ننتخب مجلس تنفيذي للمنطقة، وهذا المجلس سيضع خطة لبرامجه بالنسبة للدول العربية وبالنسبة لطريقة عمله. يعني نحن سنكون الرديف أو الشريك لفريق العمل في نيويورك، نحن كمنطقة عربية، ونعمل من خلال ستكون الفرق المحلية شريك لكم أيضا، والفرق في كل بلد شريك لنا. يعني في الأردن، وأنا أريد أن قبل أن أختم أني أن أشيد بإنتاج وبالزميل كريم قعوار لما قاموا به من جهد لا يمكن وصفه في التحضير لهذا الاجتماع. يعني ما في شك بأننا في الأردن استطعنا من خلال إنتاج هذه المؤسسة الوطنية أن نحضر لاجتماع بسرعة قياسية. إحنا أول مجموعة تجتمع، وعلى فكرة أنا أريد دائما أن أقول كعربي إننا الآن نحن وسيحضر عندنا مندوب مثلا عن المجموعة بجنوب أمريكا ليتعلموا كيف نظمنا هذا الاجتماع. نحن أنشط وأهم فريق في الأمم المتحدة في مجال تقنية المعلومات. عندي سؤال بيحضرني بشكل سريع، وحضرتك مطل على ما تم في الأردن بالنسبة لقطاع تقنية المعلومات، وكما هو معروف جلالة الملك أولى هذا القطاع أهمية كبيرة بصورة مبكرة، وخطة تعليم مهارات الحاسوب وأيضا تعليم اللغة الإنجليزية من الصفوف الأولى كمتطلب وضرورة للتوسع في استخدام التقنيات الحديثة. كيف ترى واقع الأردن؟ وهل ما يجري الآن وهذا الاجتماع الذي سيبدأ غدا وبعد غد، هل سيشكل مرحلة جديدة، قفزة جديدة في هذا القطاع؟ أنا آمل ذلك وأثق بذلك. يعني أولا كون جلالة الملك رضي أن يرعى اجتماعنا غدا، أن يضعه تحت رعايته، هذا الشيء يبين أولا مدى اهتمام جلالة الملك بتقنية المعلومات والاتصالات، ويبين أيضا أن هذا الموضوع في أولوياته. أيضا بالإضافة إلى ذلك، نحن ما كنا نحتاجه هو أن يأتي تنسيق، ليس فقط تنسيق أردني، تنسيق عربي. برجع بكرر، ليس لأي دولة عربية،
سوق إلا كسوق عربية. الواقع العربي كيف؟ يعني الواقع العربي في هذا المجال أنت قوتك فيه أن الدولة لا تستطيع إلا أن تكون مساعدا، لا تستطيع أن تعيقك، لأن أنت عندما تدخل شبكة المعلومات أنت لا تستأذن من الدولة. نعم. سيد طلال، أدركنا الوقت، هل من كلمة أخيرة وبإيجاز سريع؟ كلمة أخيرة، أن الوطن العربي والإنسان العربي كان في أساس العلوم البشرية كلها والاختراعات البشرية، وبلذلك أريد أن أذكر دائما المواطن وأخي العربي بأن لا يفقد ثقته بأمته ومستقبله، لأنه من بنى حضارات العالم ومن بنى علوم العالم سيستطيع مرة أخرى أن يقود عالم المعرفة إن شاء الله. شكرا. أعزائي المشاهدين، نكتفي بهذا القدر. شكرا لضيفنا الكريم السيد طلال أبو غزالي، ونأمل من اجتماع فريق تقنية المعلومات والاتصالات الذي سيبدأ غدا وبعد غد أن يحقق الأهداف المرجوة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.